اي ماله في بالكم فما انتخابات رئاسيه في تونس مش نعملوا لها فيديو هاو قالك عاملين انتخابات نزيهه وشفافه لين ما عادش المهم في خضم الاوضاع اللي صايره هذه ديما كان عندي سؤال في بالي شنو هو اللي يخلي الناس تعمى وما عادش ترى عيوب الحاكم وبحكم ما شاء الله لي نعرف كل شيء فعرفت الاجابه وهي فكره فلسفيه قديمه من الاف السنين اسمها تاليه الحاكم شنو تقول من أشد الآفات خطراً آفة تأليه الحاكم ورفعه فوق مرتبة البشر بوضع البذور الأولى لجنون العظمة في نفسه فهو الرجل الذي خلقه الله خصيصاً لقيادة الأمة وهو الملهم الذي لا يخطئ وهو القائد الذي لا يهزم وهو الناقد الذي لا ينتقد وهو المعيار الذي نعرف به الحق من الباطل الفكرة بكل بساطة أن الناس أحياناً تكون في انتظار المخلص البطل اللي باش يرد لها فلوسها المسروقة وحقها اللي ضاع وهو في الحقيقة لا فلوس سرقت ولا حق ضاع في وقت اللي هم يستناو في الباتمان اللي باش يجي ينقذهم يجي بطل آخر دجال يوعدهم بالأحلام والأوهام اللي هم يحلموا بها وقتها يراو فيه الحقد والغضب اللي في نفسهم ويرفعوه لأعلى المراتب توصل لدرجة التأليه وقتها يوليو ناس عميت أبصارهم وهي لا ترى وهذه الكارثة اللي أغلب البلدان حاليا تمر بها منهم حالتنا.